اسمي بروست جون ميشيل وعمري 70 عاما. أنا معرم بالسيارات منذ صغري. كنت أعمل أستاذ رياضيات وفيزياء قبل التقاعد. هذه السيارات هي شغف لدي وليست مهنة. أشتري أحياناً السيارات بحالة ليست جيدة ثم أصلحها من أجل أن تصبح أفضل. إنها رغبة لدي بتكوين مجموعة من السيارات حتى ولو أني لا أقودها. أعتقد أني أخذت ذاك من والدي، فهو الذي ألهمني حب السيارات لأنه كان ميكانيكياً، وكنت أشاهده وبدأت بممارسة هذه المهنة معه وأحببت ذلك. ومنذ ذلك الوقت وأنا أقوم بتصليح السيارات، فلم أخذ أي سيارة إلى جراج التصليح أبداً، أنا من يقوم بذلك دائماً. والداي اشتريا لي سيارات صغيرة للعب. أعتقد أن حب السيارات لدي بالفطرة. إني أحب كل شيء له محرك. أول سيارة اشتريتها كهواية كانت من نوع بورش وكانت محروقة، وهي الآن معروضة هنا حيث قمت بإصلاحها. ثم اشتريت سيارة أخرى فأخرى. في بعض الأحيان كنت أبيع بعض السيارات وأشتري غيرها. هذا الأمر في النهاية هو هواية شخصية أحب مشاركتها مع الذين يحبونها، وأنا أشعر بالرضا عندما أشاهدها كل يوم. هذا الشغف لا يمنعني من واجباتي الأخرى كالعمل في ترميم المنزل أو الحديقة، لهذا أصلح وأهتم بالسيارات عندما أملك الوقت والرغبة. أحب أن أشتري وأخشى دائما فكرة البيع، إنها رغبة التجميع أكثر فأكثر. أقود بعض السيارات لأني أحبها أكثر من غيرها، وذلك من أجل المتعة. أتمنى شراء سيارات أكثر ومن أنواع أخرى، ولكن لدي مشكلة، المكان لم يعد يتسع. سابقاً كنت أشتري السيارات الصغيرة من محل متخصص في باريس، حيث كانت مجرد قطع صغيرة أقوم بتركيبها، ولكن اليوم أصبحت أشتريها جاهزة من مواقع الإنترنت الألمانية والفرنسية. هذه الخزائن كلها سيارات بورش، وعلى هذا الرف توجد جميع السيارات الحقيقية التي امتلكتها في حياتي، والآن عندي هذه السيارات وقد أمتلك غيرها في المستقبل. Il me reste que ces six-là.